الأغنية هي من كلمات الأستاذ محمد ديكوك وألحان الفنان الكبير حسن ديكوك، توزيع مهدي محجور. ارتئينا أن نصوروا لها فيديو كليب مع المخرج الشاب أمين مرتضى. كنتمنى إن شاء الله يربطنا الإعجاب المغاربة، وهي إهداء للمرأة المغربية، إهداء للمرأة العربية عموما، وإن شاء الله يا رب كنتمنى أنها تنال الإعجاب. هي أجواء شوية كانت شوية يعني دركنا شوية في الوقت، لأنه كنا حاولنا أن ننزلوها متزامنة مع اليوم العالمي للمرأة، لكن نظرا لضيق الوقت أجلناها بأسبوع من بعد. وكنتمنى يا ربي أننا نكونوا توفقنا شوية في تنظيم هذا الحفل، لأنه كان علينا ضغوطات كثيرة. فمرحبا بالجميع، كنشكر بزاف الفنانين اللي جاو حضروا، كنشكر الصحافه المغربيه اللي جات حضرات، كنشكر اوتيل موفامبيك على التنظيم، اداره اوتيل موفامبيك، كنشكر كل من ساهم في هذا العمل ديال زينك خطار. وان شاء الله كنوعدكم اعمال مازال اخرى جديده. انا سعيد جدا بتواجدكم معنا، سعيد اكثر بتواجد الفنانين، بتواجد الصحافه المغربيه. ويا ربي كنتمنى يا ربي ما نكونوش ثقال عليكم. تابعوا الجديد ديالي، وان شاء الله قريبا كاين اعمال اخرى جديده. كنبغيكم بزاف. معكم مراد بوريقي.